النهارده كمان نيابه امن الدوله العليا هتبتدي التحقيق مع عبد المنعم بن فتوح وسته من اعضاء مكتبه السياسي. بتبتدي النهارده الخميس نيابه امن الدوله العليا التحقيق مع المدعو عبد المنعم ابو الفتوح رئيس حزب مصر القويه على خلفيه تصريحاته لقناه الجزيره القطريه المعاديه لمصر واطلاق سيل من التصريحات ضد القوات المسلحه المصريه والشرطه والتشكيك في نزاهه العمليه الانتخابيه والتعاون مع عدد من اصحاب الكيانات الاعلاميه المعاديه للدوله. كان النائب العام المستشار نبيل احمد صادق أمر بضبط وإحضار القيادي الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وعدد من أعضاء المكتب السياسي، وجاء أمر الضبط، الكلام ده كان امبارح، جاء أمر الضبط والإحضار الصادر بحق المذكورين من نيابة أمن الدولة العليا على خلفية التعاون واتصال مع قنوات معادية للدولة المصرية. من جانبه كلف النائب العام المستشار نبيل احمد صادق ايضا نيابه امن الدوله العليا بتولي التحقيق مع عبد المنعم ابو الفتوح رئيس حزب مصر القويه. طيب معنا على الهاتف تعليقا على هذا الخبر النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب. استاذ مصطفى صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا، اهلا بيك يا فندم. يعني عندنا الحقيقه معلومه ان سيادتك عندك معلومات عن تفاصيل ضبط عبد المنعم الفتوح القيادي الاخواني، يا ريت حضرتك تعقب لنا على هذا الخبر. اتفضل يا فندم. لا، هو بالفعل وصل مساء الثلاثاء 8 مساء على طائرة قطر الطيران القادمة من لندن. تم وقفه لبعض الوقت لأنه على قوائم الترقب. أي. ثم سلم جواز سفره ومضى إلى منزله. كانت التحريات أكدت اتصاله بتنظيم إرهابي وهو تنظيم جماعة الإخوان. التقى إبراهيم منير وقبل ذلك التقى يوسف ندى والتقى العديد من القيادات الإخوانية بغرض التنسيق المشترك لإحياء تنظيم الإخوان داخل مصر خاصة في فترة الانتخابات الرئاسية والعمل على تهديد أمن واستقرار البلاد. وهي فندم تهم متراكمة وتصريحات متراكمة ولا تصريحاته الأخيرة هي السبب في القبض عليه؟ لا طبعا بالتأكيد أشياء متراكمة، ولكن علاقاته واتصالاته واتفاقه مع قيادات التنظيم في لندن على وجه التحديد على الخطة المستقبلية للتحرك ربما هو الذي دفع الأجهزة الأمنية إلى تقديم تحرياتها الموثقة بالدلائل والفيديوهات وما جرى في هذه اللقاءات إلى النائب العام الذي أصدر قرارا بالقبض على عبد المنعم مفتوح وستة آخرين. تمام. أعتقد أن الاتهامات الموجهة لعبد المنعم أبو الفتوح ستقوده بالتأكيد إلى السجن لأنها اتهامات تتعلق بأمن الدولة واستقرار البلاد والاتفاق مع تنظيم ارهابي معروف. وفي حاجه كمان يا فندم، يعني احنا دلوقتي سياده النائب بنتكلم في تطهير سيناء من الارهاب وفي حرب دائره في سيناء، في معلومه بتقول ان عبد المنعم ابو الفتوح المتهم في هذه القضايا ايضا كان قال تصريح عن ان القوات المسلحه بتراعي الامنين في سيناء على خلاف الحقيقه طبعا، فدي برضو من التصريحات او يعني خليني مش عايزه اقول عليه تصريح، ده تهمه بقى. بالتأكيد في وقت الحرب عندما يشكك أحد في مسار هذه الحرب أو دور القوات المسلحة والشرطة المصرية التي تقود هذه الحرب فهو بذلك يسعى إلى إضعاف الروح المعنوية للجنود والمقاتلين بالزبط. وهذا في حد ذاته خيانة للدولة المصرية. لذلك أتوقع أن هذه القضية ستكون قضية ليست هينة ونحن في انتظار النتائج النهائية للتحقيقات التي سيكشف النقاب عنها. طب سيادة النائب في برضو نقطة، لما بيحصل حاجة زي دي بنتوقع بعديها سيل من التصرفات الغير لائقة وتصرفات طبعا الجماعة الإرهابية من تهديدات وان ده عشان حصل فبيخوفوا الناس ان هم ممكن يبلغوا او بيخوفوا الناس ان هم ممكن يعني يتصرفوا بطريقة فيها شيء من الوطنية مع القيادات الإرهابية، هل تتوقع حدوث اي شغب منهم؟ تفضل يا فندم. لا، هذا امر طبيعي ومعروف، من المؤكد انه ستكون هناك ردود افعال اعلاميه واكاذيب وادعاءات، ولكن في نهايه الامر لن يصح الا الصحيح. تمام، بشكرك جدا على هذا التعقيب النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا، مصبح على حضرتك وان شاء الله مره ثانيه هنقول مصر منصوره
وبإذن الله يعني هنتوقف قريبا عن سماع أخبار الإرهاب.